سيد كريستيان، ربما في كل أو وسط كل هذه المتغيرات شديدة التعقيد التي يشهدها العالم في يومنا هذا، ووسط أيضا هذه المجالات الكثيرة والمتعددة في الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، كيف ينظر الاتحاد الأوروبي لمصر كشريك استراتيجي وسط هذه ربما الأرقام أيضا التي ذكرتها أنت من الشراكة الاقتصادية؟ بالنسبة للشراكة الاقتصادية فهي عنصر أساسي في علاقتنا، كما قلت أنها تمتد إلى الوقت الذي قمنا فيه بإبرام اتفاقية الشراكة مع كافة دول المنطقة بما في ذلك مصر والتي دخلت حيز النفاذ في عام 2004. فالفكرة هو أن يكون هناك منطقة تجارة حرة ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وكذلك أيضا في المنطقة بأسرها بالنسبة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط. ومن ثم فالعلاقة بين أوروبا ومصر هي علاقة قوية، وكذلك أيضا نود أن يكون لدينا تقوية لهذه العلاقات من خلال عملية أغادير والتي بها المغرب وتونس والأردن ومصر كذلك. ولكن من وجهة نظرنا نعتقد أنه يمكن أن نفعل المزيد، فالاقتصاد هو عنصر أساسي ونود أن نواصل العمل مع مصر لنتيقن من أن الاقتصاد مستدام، وكذلك ذلك أيضا هو اقتصاد مناسب يستطيع أن يصمد في وجه التحديات التي يواجهها العالم بما في ذلك تداعيات تغير المناخ، الأمن الغذائي وندرة الغذاء والتضخم وغيرها من الأشياء التي يمكن فيها أن يكون هناك تعاون بين أوروبا ومصر في هذه المجالات، لأن كلا الجانبين سوف يستفيدان من ذلك.